تاريخ كبير للنادي الأهلي، حافل بالإنجازات والأخلاق والمبادئ والقيم. وفي الحقيقة الواحد بيحب يستغل أي فرصة علشان يسمع فيها مناسبات وأجزاء مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي. وما فيش فرصة أحسن من كده يكون معانا طبعا الأستاذ الكبير والكاتب الكبير الأستاذ حامد عز الدين، عشان نبتدي معاه حديثنا بخصوص ذكرى تأسيس النادي الأهلي. وأنا عايز أبتدي مع حضرتك بالأهداف الرئيسية وراء تأسيس النادي الأهلي في 1907. الحقيقة أنه من خلال الاسم، يعني صاحب الفكرة عمر بيك لطفي عندما قرر أنه طبقا للقوانين التي كانت سائدة آنذاك أن يؤسس نادي، فأسماه النادي الأهلي للرياضة البدنية، الأهلي، الأهلي بالإنجليزية ناشونال يعني وطني أو قومي. فالمقصود كان هو أن نقول أو يقول هؤلاء الذين أسسوا النادي الأهلي للمحتل الإنجليزي أنه نحن وطنيون، نحن نؤسس ناديا لكي يعبر عن الوطن. ومرت السنون وإذا بالنادي الأهلي يصبح نادي أهل مصر. النادي الأهلي نادي أهل مصر، والدليل ببساطة بالمنطق يعني أن الأهلاوية موجودين في إسماعيلية وبورسعيد، إسماعيلية عندها الإسماعيلي وبورسعيد عندها المصري، وفي المنصورة وفي دمياط وفي الشرقية وبني سويف، في كل محافظات مصر، في كل أنحاء مصر المحروسة أهلاوية، لأنه غير مرتبط جغرافيا بمكان، لكنه مرتبط في صدور وعقول المصريين بأنه نادي أهل مصر، النادي الوطني، النادي القومي، مش يعني مش نادي بيمثل مدينة أو محافظة أو هكذا. فدي الفكرة كانت واضحة من التسمية، من التسمية بتاعت النادي الأهلي. وبالتالي فهي دي أهداف تأسيس النادي الأهلي، ليجمع الشباب المصري ويبدأ بهم مشوار مهم جدا في التربية والتعليم وكيف تكون رياضيا بحق.